يا سعدك. يا الله يلي كلنا نطلب رضاك، يا عالم مخفاه عبدك وما بدأ، تغفر له تغفر لمنه تالي الليل ناجاك، يشكي ويرجي رحمتك من خطاياه، فانت الكريم اللي ما تنقص عطاياك، وانت الذي يرجي ثوابك ونخشاه، فانت الكريم اللي ما تنقص عطاياه، وانت الذي نرجي ثوابه ونخشاه. يا الواحد المعبود يا رب الافلاك، يا من اللي ضاقت علينا طلبنا، ويا العبد مهما شفت وقتك تحداك، غامر في كم غيرك بصبره تحداه، واحذر من الشيطان في كل ممشاك، فابليس يا كم واحد قبلك اغواه. وانا انصحك يا اخوي واوصيك وانهاك، من لا يخاف الله لا تتبع اخطاه، ترى الخوي اللي يمينه بيمناك، له قوة التأثير لا صرت وياه، أما إلى درب المفاليح وداك، ولا على درب الخطا كان مسعه. لا تقول كيف أعرف الشخص نفداك، تعرف خويك من صلاته ومبدأه، تعرف خويك من صلاته ومبدأه. سلامتك. الله تعرف خويك من صلاته ومبدأه. أما صلاته لكن المبدأ وشو؟ المبدأ طبعه، مبدأ في الحياة وتوجهه. توجهه في الحياة. له مبدأ. نعم. كل إنسان له مبدأ. صحيح. بعض الناس تعرف خويك مهما تمشي معه، بعضهم سبحان الله العظيم هو جالس معك نص ساعة، تعرف إن خو إن المبدأ عنده فيه إشكال، تعرف وجهته وين، وتعرف. وقد يكون مبدأه شرف وناموس، شرواكم شرواكم، تأخذ منه تتعلم منه ولو كان صغير. مهما كان الإنسان له مبدأ. فأسأل الله الذي لا إله إلا هو يجعل مبدأنا خير وإلى خير. آمين. أبغى